أهلا بكم إلى هذه الفقرة. من هذه هي التغطية الخاصة الثورة الشعبية السلمية مستمرة في الجزائر في شهرها الثامن، والاعتقالات والتضييقات مستمرة. تم توقيف أمس الناشط الحقوقي والإعلامي سعيد بودور، وفي آخر التطورات تم الإفراج عنه اليوم بعد تقديمه لوكيل الجمهورية. فودي البومالة الباحث والناشط السياسي تم رفض الإفراج عنه أمس إلى جانب سبعة ناشطين. طبعا أنباء كانت تم تداولها اليوم عن إضراب على الطعام تضامنا مع المضربين على الطعام من المجاهد الأخضر برقعة، لكن تم نفي ذلك من محاميته. وكان فعلا كما أكد محامون الأخضر برقعة كان أعلن في السابق تضامنه مع الشباب المضربين، وعبر عن استعداده تضامنا معهم للإضراب عن الطعام. برقعة الذي يعتبر على أنه أكبر سجين سياسي في الجزائر، 87 عاما ما زال في السجن، وتم رفض إطلاق سراحه. كذلك الوزير السابق عبد العزيز الرحابي اليوم يقول في حوار مع موقع جزائري أن الجزائر تعيش أسوأ مرحلة فيما يخص حقوق الإنسان، يقول أنها المرحلة أسوأ حتى من حالة الحصار في التسعينات. كثير من الجدل حول هذا الموضوع. معنا في الاستوديو الإعلامي الجزائري حسن زيتوني، وعبر الهاتف من الجزائر الأستاذ المحامي بوجمعة غشير رئيس سابق للرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان. ولكن قبل أن نبدأ النقاش نتابع التقرير التالي. نبدأ في النقاش ونبدأ من الجزائر مع الأستاذ بوجمعة غشير محامي والرئيس السابق للرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان. أستاذ بوجمعة غشير، ما هل تتفق مع عبد العزيز الرحابي اليوم في حوار مع توسيغ الجيغي يقول نعيش في مرحلة أسوأ من التي عشناها أثناء الحصار أو حالة الحصار؟ طبعا أؤكد ما قاله الأستاذ الرحابي. أنا عشت هذه المرحلة يعني من التسعينات يعني بكل مآسيها وبكل مشاكلها، وحالة الطوارئ أيضا التي أعلنت آنذاك لم تصل إلى مستوى ما وصلنا له الآن، بحيث أن الآن يعني الاعتقالات يعني شبه عشوائية،
ودون احيانا ودون مبرر، يعني مبرر يعني معقول حتى منطقي، يعني لا اقول قانوني ولكن على الاقل مبرر منطقي يتقبله العقل. وبالتالي فان ما قاله للسيد رحابي حقيقي ويعبر على واقع مأساوي تعيشه الجزائر في هذه المرحلة. ولكن هناك من قال يا ربما يعني هل هي نفس مرحلة توفيق وطرطاق وخالد نزار القيادة باديسية نوفمبرية الآن، وهذا الكلام لا يتقبله العقل بالنسبة للذين يرون في هذا الكلام مبالغ. هناك ربما تجاوزات ولكن لا يمكن أن تصل إلى ما تصل له في التسعينات وحالة الحصار والاختطافات وغيرها. لا يعني الأمر ليس بهذه البساطة، يعني الأمر أنه مثلا ما كانش اختطافات معناها رانا في حالة حسنة، لا يعني ما جرى في التسعينات والاختطافات التي جرت والتي عبر عنها على الاختفاء القسري، هذا في مرحلة معينة كان في ظرف معين يعني شبه حرب، ولكن الآن أننا نقول نحن في حالة سلم، يعني لا نبرر هذا الفعل سواء في الحرب أو في السلم، ولكن الآن أننا مقبلون على مرحلة جديدة ديمقراطية لبناء دولة جديدة على أسس جديدة، وبالتالي من غير المنطقي أننا نبدأ في البنيان عن طريق التخويف وعن طريق الاعتقال وعن طريق الحبس. وبالتالي أنا شخصيا لا أفهم هذه المصطلحات الجديدة تاع نوفمبرية باديسية إلى آخره، شخصيا لا أفهمها وبالتالي يعني نوع من الحشو، يعني هذه كلمات فيها نوع من الحشو في الخطاب يعني الشعبوي الجزائري. وبالتالي أن الأمر أنا أتعامل مع الإنسان إنسان، لما أرى شخص يعتقل لأنه فقط أبرز الراية الأمازيغية هذا بالنسبة لي اعتداء على حريته، لما أرى شخص أو تقل لأنه فقط خرج في مسيرة فهذا اعتداء على حريته ومساس حتى بالدستور الجزائري والقوانين الجزائرية. وبالتالي من يفسر هذه الأفعال على أنها أساس مبادئ نوفمبرية، لا أعتقد أنه يعرف ما معنى نوفمبر، لأنه مبادئ نوفمبر هي أولا التحرر، تحرر الإنسان الجزائري، والإنسان الجزائري حتى يتحرر يجب أن يتحرر من الخوف أولا ثم من الجوع ثانيا. وبالتالي الآن نحن في مرحلة أننا الآن أنه لم يتحرر من الخوف وقادم على عدم التحرر أيضا من الجوع، لأننا نمر بمرحلة اقتصادية خطيرة جدا جدا. وبالتالي كان من المفروض على كل الأطراف أنها تعي خطورة الوضع وتعمل على معالجته بالحكمة وبالعقل، لأنه لا يمكن أبدا بأي حال من الأحوال مهما كان أي نظام في العالم لا يمكن أبدا أن يواجه شعبه بهذه الطريقة، وليس هناك نظام في العالم مهما تكون قساوته وديكتاتوريته استطاع أن يتغلب على شعبه. وبالتالي لا بد من أخذ العبر والعمل على معالجة الأمور بالحكمة وليس بالقمع وغلق الأفواه وتكميمها وغلق الصحافة ومنع المسيرات إلى آخره. غشير حسن زيتوني ما رأيك؟ أولا شكرا على الاستضافة. لا أريد أن أقارن بين مرحلة ومرحلة أخرى كما يقول الأستاذ رحابي أو كما تفضل الأستاذ من الجزائر. أعتقد أنه في المثل الإنجليزي يقول لك wrong and wrong doesn't make it necessarily right. سواء في المرحلة التسعينية كان القمع والاغتيالات وتشريد الناس واعتقالات وإخفاء الناس وكاين الناس اللي ما يعرفوش حتى أبنائهم فين وصلوا، أو الاعتقالات اللي تجري الآن، ف
فما فيش فرق، هو اعتقال اعتقال، هو انتهاك لحقوق الإنسان، هو انتهاك لحرية الفرد، هو كل شيء يتناقض مع مبادئ الميثاق حقوق الإنسان، مع كل المعاهدات اللي أبرمت الجزائر يعني جزء من هذه الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن. وبالتالي فالممارسات القمعية التي تمارس اليوم والتي مورست في السابق والتي مورست في الستينيات والسبعينيات هي نفسها التي يستمر فيها النظام. والمشكلة الأساسية بالنسبة لعالمنا العربي ككل والجزائر هي جزء لا يتجزأ من هذا الكيان، أن هذه الأجهزة القمعية يعني أجهزة الأمن والعسكر والشرطة يعني أسست أو جاءت واستخدمت أموال الشعوب لتقهر الشعوب. يا ريت لو أنهم يستخدموا نفس القوة عندما يتعلق بعدو خارجي. ما شفت ولا نظام عربي أو جيوش عربية أو أجهزة أمنية تدافع عن الوطن، تدافع تقمع في الشعوب، تقتل في الشعوب، تعتقل في الشعوب، تزج بهم في المعتقلات والسجون. هذا ما في حالة الجيوش العربية بما فيها هذا الجيش الجزائري. لماذا هذا، لماذا هذه التصرفات مع الناس رافعين لك شعار السلمية؟ لماذا هذا القمع؟ لماذا تعتقل الإنسان لأنه فقط أراد أن يقول لا للانتخابات أو لا لهذه الطريقة أو هذه السيرة أو هذا التسيير لشؤون البلاد؟ من حق المواطن أن يدلي بدلوه فيما يجري في وطنه، لأنه هو أب، هو أم، هو شاب، هو شابة، هو امرأة عنده تطلعات، يريد أن يرى عكس ما تراه أنت كحاكم. يريد أن يقول لك لا أنت مخطئ، السياسات التي تنتهجها خاطئة لا تخدم مصلحة الوطن. وبالتالي فلازم أن نفتح مجال لحرية الرأي، حرية التعبير. ماذا يريد الشعب الجزائري؟ هل جاء لك ليقول لك أنه يريد إدخال البلاد أو الزج بالبلاد في دوامة حرب أهلية؟ لا، الشعب يقول في الحراك سلمية سلمية، الجيش خاوة خاوة، يريد أن يعني الصور التي ظهر بها الحراك الشعبي يعني فاجأت العدو قبل أن تفاجئ الصديق. شفنا أطفال يوزعون الورود على وحدات الجيش والشرطة الجزائرية في الشوارع، يعطيهم الحلويات، يعبروا بطرق مختلفة عن هذه الرغبة في بناء دولة أخرى، في الولوج في مرحلة نفق جديد، نخرج من نفق الظلم، من نفق الحجرة، من نفق فرض الإملاءات وفرض الأمر الواقع بهذه الطريقة. ألا يعقل أن في هذه المرحلة الناس وصلت للمريخ وإحنا ما زلنا نعتقلوا في الناس ونقولوا لأنك رافض الانتخابات؟ هل هذه الجزائر؟ من الذين اعتقلوا اليوم صحفي فجر قضية ثم اطلق سراحه سعيد بودور، فجر قضية فضيحة الكوكايين، فضي بمالة تم رفض الإفراج عنه، هو لخضر بورقعة 87 سنة مجاهد سجن بعد الاستقلال وهو مسجون الآن، وجدل كبير حول أيضا تضامنه مع المعتقلين كذلك الذين أعلنوا إضرابا على الطعام. نعم، يعني فشل الأنظمة وهذا النظام الجزائري بالدرجة الأولى. الراجل اللي يعني المسؤول اللي يكون في السلطة ويريد فعلا أن يكون قويا، رجل قوي، هو اللي يسمح بوجود معارضة قوية، لأن المعارضة القوية هي التي تكشف له عيوب ما يجري بطريقة التسيير التي يؤدي بها الأمور. لماذا نجحت الدول الأخرى في إرساء قواعد نظام حكم جيد ورشيد؟ لأن المعارضة مسموح لها أن تكون معارضة قوية وتكشف عيوب النظام والمسؤول والإداري. وبالتالي فالحاكم إذا أراد أن يكون فعلا حاكما قويا عليه أن يسمح بوجود معارضة قوية. فما هي الإشكالية بالنسبة لهذا القائد أو هذا المسؤول أو هذا الرئيس أن يجد معارضة في الشوارع تقول له إدارة المستشفيات سيئة، إدارة التعليم فيه نواقص، المصاريف والأموال تؤخذ، التعليم فيه كوارث. أمس أو أول أمس طفل في عمره 13 سنة في متوسطة في ولاية سطيف، في شمال ولاية سطيف، في ولايتك، في مدينتي، سقط عليه الجدار وتوفي. هو جرح عدد من الأطفال. من المسؤول؟ هل
لو الصحفي ذهب وكشف هذه المشكلة ونقلها إلى وسائل الإعلام ورآها المسؤول، أليس من الأفضل ومن الأجدر من المسؤول أن يطلع على كل ما يجري في الوطن وخفايا هذا الفساد؟ لأنه في الأخير عندما نصلح ذات البيت هو إصلاح للوطن ككل، هو إصلاح للشعب كل. فلماذا تعتقل في شخص في عمره 87 سنة؟ لماذا تعتقل شخص شاب في عمره 10 سنوات 15 سنة 20 سنة خارج ليعبر عن رغبة جديدة، وكان يطمح بأن نهاية العصر عصر العصابات هو سيعطيه فرصة جديدة لأن يجد مرحلة جديدة، مرحلة الحرية، مرحلة التعبير عن رأيه. طيب. مرحلة نعم. يبقى معنا حسن زيتوني أستاذ بوجمعة غشير، وأنت في قسنطينة أنباء كذلك عن اعتقال مدون والذي يشارك في المغاربية، كذلك عبد المنجي خلادي قبل أيام تم اعتقال 3 أشخاص وتم إطلاق سراحهم بشروط. طبعا تم اعتقال هذا الشاب أمس وقدم للعدالة اليوم وأحيل على قاضي التحقيق الذي أودعه الحبس المؤقت. طبعا هناك مجموعة يقظة شكلها الحراكيون بقسنطينة وهم أغلبهم شباب متضامنون معه، وهناك محامون أيضا متطوعون للدفاع عنه، ونتمنى إن شاء الله من غدا إن شاء الله ممكن يتم الاطلاع على ملفه كاملا، يعني مجموعة المحامين سوف تتكفل به. طبعا هناك الكثير من الحراكيين كانوا قلقين جدا على مصيره، لكن تدخلت مؤخرا في كتابة على الفيسبوك وقلت أعطيتهم الواقع ولهم أنه نوعا ما مطمئنون، وغدا إن شاء الله سوف نكمل العملية مع المحامين المتطوعين. طب ما هي التهم الموجهة لي يعني؟ ما طبيعة التهم؟ والله لست أدري بالضبط، يعني عندي إشاعات يعني، وبالتالي لا يمكن قولها لربما حتى ذاك، عندي الإشاعات الموجودة عن طريق سواء شبه رسمية أو رسمية، ولكنها لا أستطيع أقولها لأنه ممكن غير هذه الحقيقة. طيب. ولكن أعتقد أنه هو في ممكن أنه يراسل سواء المغربية أو أعتقد الجزيرة، ولكن هذه التهم ليست يعني مؤكدة لحد الآن، يعني لنرى غدا إن شاء الله. طيب هو يشارك كضيف على كل، لا ليس هناك لا مراسل ولا وليس صحيح على هذا الكلام عن المراسلة. على كل يبقى معنا أستاذ بوجمعة غشير لو سمحت، في نفس السياق في نفس الموضوع والقضاء ودور والأسئلة المطروحة حول القضاء، كانت هناك ندوة اليوم لمحامين مصطفى بوشاشي، نبيل إسماعيل، عبد الغني بادي، نور الدين بن يسعد، وتحدثوا عن أيضا هذا الوضع الذي تعيشه الجزائر، عن هذه الخروقات حتى لهذا الدستور الذي يتم التشبث به. كانت هناك طبعا أنباء وشائعات على أن القاضية التي أطلقت سراح كريم طابو مثلا قبل إعادة اعتقاله تم استجوابها من قبل المخابرات، مجلس قضاء تيبازا ينفي ذلك نفيا قاطعا. نتابع هذا التقرير ثم نعود.
انضم إلينا في النقاش الآن من الجزائر محمد كرمة، عضو هيئة الدفاع عن الإعلامي سعيد بودور. سعيد بودور وقضيته، لو وضعتنا في صورة هذه القضية أستاذ محمد بداية، وتؤكد إطلاق سراحه. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أخي جمال وإلى مشاهدي قناة المغاربية. فعلا أؤكد نبأ إطلاق سراح أو استفادة سعيد بودور من الإفراج المؤقت في قضية التحقيق لدى محكمة وهران أفرج عنه، وهذه يعني طبيعية جدا لأن الأصل في المتهم أنه بريء، والأصل في الأشخاص أنهم يتمتعون بحريتهم المطلقة، ويبقى الحبس المؤقت إجراء استثنائي عندما نتوفر جملة من الضمانات. والأخ سعيد بودور صحفي معروف وناشط حقوقي معروف في وهران، يوفر يعني أو يوفر كل الضمانات لأن يمتثل ما تتبعه العدالة الجزائرية. إذا سعيد بودور حر طالب، يبقى أنه متهم في قضية يعني كون مكيفة على أنها المساس او محاوله اضعاف معنويه الجيش. هذه التهمه التي اصبحت يعني بين قوسين موضه يتبع بها بعض المخالفين للراي وبعض الناشطين الحقوقيين وبعض السياسيين الذين يرفضون تطور السلطه في الحل الذي تريد للازمه الجزائريه. اذا اليوم مثلا السيد سعيد بودور امام وكيل الجمهوريه لدى محكمه وهران الذي طلب افتتاح تحقيق بشأن الوقائع المتابعة بها، ومثل أمام السيد قاضي التحقيق الذي استمع له عند الحضور الأول كما ينص عليه القانون وأفرج عنه. وهذه يعني بادرة خير نتوسمها في القضاء الجزائري الذي من المفروض أنه حرره الحراك الشعبي المبارك. ولا ننسى أن القضاة الجزائريين كثير منهم عبروا بكل يعني فخر واعتزاز بهبة الشعب الجزائري وساندوها يعني في كثير من الخرجات لأنها حررتهم كما حررت جميع مؤسسات الدولة الجزائرية. إذا نحن فرحون جدا لهذا الإفراج على اعتبار أن سعيد بودور سيتمكن يعني من الجلوس ومن يعني التمتع بحريته كاملة مع أفراد عائلته، وكما صرح لنا يعني سيواطن نضاله لأنه يعتبر أن قضية الحرية وقضية الديمقراطية هي قضية مبدأ وقضية كل جزائري، حر يتوق لأن يرى الجزائر دولة ديمقراطية يعني يتمتع أفرادها بالحرية وبكل الحقوق المقررة في القوانين وليس والمواثيق التي تصدقت عليها الدولة الجزائرية. طيب، أشرت إلى موضوع الحبس الاحتياطي. اليوم محامون في ندوة صحفية عبد الغني بادي، مصطفى بوشاشي، نبيل إسماعيل، نور الدين بن يسعد أجمعوا له على أن الحبس الاحتياطي أصبح يستغل لأغراض سياسية، يعني كان ينتقد في عهد بوتفليقة الآن يستغل بصفة أكثر فضاضة حتى كما يصفها كثير من المعلقين، وبتبريرات يعني غير أحيانا تثير الضحك بالنسبة للكثير من القانونيين. عفوا، يعني المشرع الجزائري والمؤسسة القضائية الجزائرية في الحقيقة يعني جنحت في السنوات الأخيرة إلى عدم يعني التركيز حول موضوع الحبس المؤقت او يعني وضع المتهمين رهن الحبس الى حين مثولهم امام الجهات القضائيه للتفصيل في الموضوع. القضاء الجزائري يعني نظم الكثير من الملتقيات والايام الدراسيه التي صبت في اتجاه ان على القضاة الجزائريين ألا يعني يتصلبوا وألا يعني يتخذوا موقفا صارما من موضوع وضع المتهمين الذين يمثلون أمامهم رهن الحبس المؤقت، أقصد يعني قضاة التحقيق الذين يعني لهم الصلاحية لذلك. لكن ربما لاحظنا في الآونة الأخيرة من الكثير من القضايا التي مثلا كنا ننتظر كهيئات دفاع كنا ننتظر من المتهمين أن يستفيدوا من الإفراج المؤقت على اعتبار أنهم
يوفرون الضمانات اللازمة والكافية لأن يمتثلوا أمام هذه الجهات ما تقتضى الأمر ذلك وما تسلاتهم للمثول من أجل السماع أو من أجل المحاكمة. أعتقد أن المسألة يغلب عليها الشق السياسي أكثر منه القانوني، على اعتبار أن الكثير من المتهمين الآن الموضوعين رهن الحبس المؤقت هم من السياسيين الذين ربما يخالفون تصور السلطة كما قلت لموضوع حل الأزمة التي تعاني منها الجزائر اليوم، وموضوع الانتخابات المزمع تنظيمها يوم 12 ديسمبر المقبل هو الذي جعل ربما الكثير من المناظمين السياسيين والناشطين الحقوقيين يقبعون اليوم في السجن، على اعتبار أنهم قد يشكلون خطرا أو بالأحرى ليس خطرا وإنما قد يشوشون على العملية الانتخابية. طيب. وبالتالي من مصلحة السلطة التي تراهن كثيرا على نجاح هذه العملية. يبدو أننا فقدنا محمد كرم. على كل نشكره جزيل الشكر، عضو هيئة الدفاع عن الإعلامي سعيد بودور الذي تم إطلاقه أو الإفراج عنه إفراجا مؤقتا. الانتخابات التي كان يتحدث عنها محمد كرمة تثير مرة أخرى الجدل، وأيضا مشهد حتى كوميدي، يعني مثل ما يتابع الجزائريون هؤلاء الراغبين في الترشح، اللافت أن الذين طبلوا كثيرا لهذه الانتخابات أنفسهم الآن وراغبوا في الترشح لها الآن ينتقدون هذه الإجراءات ويتحدثون من الآن عن أفضلية لتبون ولعزدين مهوبي. مزدور مثلا اليوم يقدم شكوى للسلطة الوطنية للانتخابات ويقول أنه يعاني تضييقات وعراقيل في جمع الاستثمارات أو الاستمارات بالأحرى، فيما طبعا مولود حمروش رئيس الحكومة الأسبق كان نسف كل المبررات بحسب الكثير من المعلقين والمحللين التي سعت السلطة لترويجها لهذه الانتخابات. هذا انا ما نكذبش عليك، حتى وغدوه راني منتخب بهذه الطريقه وبهذا الاسلوب رئيس ما نقدر ندير والو، ما نقدرش نكذب عليكم. بعد ما انتخبوا عليا تقولوا لي واش درت، نقول لكم ما نقدرش. حسن ما رأيك مولود حمروش؟ هناك من قال أنه الجماعة نصبت الباش حمروش وتقبل باش الانتخابات بالتعبير الشعبي الجزائري البسيط، لافت أنه حتى الذين بعضهم طبعا في تناقض، مصدور مثلا كان يقول الانتخابات مستحيل وحكومة بدوي غير شرعية وابن صالح ثم ترشح، الآن يشتكي يقدم شكوى يقول أنه هناك عمليات عرقلة له في جمع الاستمارات، استمارات توقيعات بالأحرى، ويشتكي من وجود شخصيات متحزبة ضمن المندوبيات الولائية للسلطة التي تشرف على تنظيم الانتخابات، راغب في الترشح آخر الآن يقول الأمور مفصولة وهناك تسهيلات لتبون وعز الدين ميهوبي.
هو يعني من المفروض ناس مثل هذا الشخص اللي ذكرت أنهم من الأول منذ الوهلة الأولى أنهم كانوا يلتصقوا بالحراك ويبقوا مع الحراك ويمشيوا مع الحراك الشعبي وما يخرجوش على الخط تاع الحراك الشعبي، لأنهم يعرفون جيدا ألاعيب هذا النظام وأساليبه في كيفية إدارة شؤون الحكم. وإحنا قلناها قبل أسابيع كانت نقطة مهمة لم ينتبه لها الكثير، القايد صالح والله أعطى حتى التعليمات لمن سيكون رئيس جديد في الجزائر والذي يعني هو معروف عندهم مسبقا حتى ماذا عليه أن يفعل وماذا ما هي الإجراءات والقرارات التي سيتخذها. كل هذه التعليمات موجودة بأوامر من القيادة، قيادة الأركان، يعني مش فقط اختيار رئيس، حتى ماذا يقوم به هذا الرئيس. وهذا ناس للأسف الشديد وغالبية المترشحين ما نعرفهمش كلهم، لكن اللي شفتهم في البداية كانوا في الحراك ويشيدوا بالحراك ويقولوا نعم نحن الجزائر في مرحلة جديدة أو مقبلة على مرحلة جديدة. هم الآن يضفيوا الشرعية من خلال هذا الترشح لهذه المهزلة الانتخابية وهذه المسرحية التي مارسها النظام منذ الستينيات وما زال يلجأ إليها حتى الآن، ويقعون نقول في الفخ، ولكن هم يدركون أنهم جزء من اللعبة من هذه المهزلة. لماذا تترشح وأنت تدرك جيدا من هو الذي سيكون الرئيس وما هي القرارات؟ هل يعقل في هذه الظروف التي تمر بها البلاد أن قانون المحروقات يمر ويتم صدقة لا قلت لك يعني طريقة الحكم حتى موضوع الأمس المفروض انتهت مهلة مراجعة القوائم الانتخابية، جدل كبير من راجعها أصلا، هي المفروض هذه السلطة هي التي تقوم بذلك، بالعكس البيروقراطيين هم الذين قوموا بذلك. ما في السلطة، السلطة عندها تعليمات، وإحنا قلنا لما تكلم الأستاذ ذراع لما كان مع قناة المغاربية وقلنا أنتم يسميكم السلطة ولكن أنتم والله ما فيه سلطة، ما فيه سلطة تدير وتشرف على الانتخابات، كل شيء مخطط، هذا يأخذ بالأوامر والتعليمات، نفذ ومشي سير جيش جيش. يبقى معنا أستاذ حسن زيتوني، مصطفى ميسي الكاتب الصحفي مستشار سابق لرئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش ينضم إلينا، مؤلف كتاب كيف تحكم الجزائر. أستاذ مصطفى ميسي، ما دلالات حمروش والمبررات التي قدمها لعدم الترشح لهذه الانتخابات برغم المساعي الكثيرين للترشح و نسفه كما رأى الكثيرون لكل مبررات السلطة للدفع، السلطة الفعلية الحالية للدفع في هذه باتجاه هذه الانتخابات؟ شكرا أستاذ طالب، مساء الخير للجميع. في الواقع سيد مريد حمروش لم يقل شيئا جديدا، هو أكد فقط مواقف سابقة كان قد عبر عنها بوسائل مختلفة، خاصة من خلال المقالات التي كان ينشرها بين الفينة والأخرى في عدد من الجرائد الجزائرية. طبعا هو قال أن الظروف غير متوفرة لأي كان من أجل إحداث التغيير اللازم أو من أجل تنفيذ أي برنامج سياسي مهما كان هذا البرنامج، لأنه سيد مرد حمروش قال منذ 2014 أن هذا النظام يعاني مشكلة أساسية، وهي أنه وصل إلى حالة امتداد ولم يعد قادرا على إنتاج الحلول، وعليه فقط بناء توافق وطني جديد ثم الانسحاب. طبعا ذلك لم يحدث لحد الآن للأسف الشديد، وما زال الهروب إلى الأمام سواء من خلال العهدة الرابعة أو العهدة الخامسة أو ما يحدث اليوم من محاولة لإقناع الجزائريين أن المخرج هو انتخاب رئيس، ولو في ظروف لا تسمح بممارسة السلطة بطرق شفافة ومن دون تغيير آليات اتخاذ القرار ومن دون تغيير طبيعة العلاقات بين السلطة والناس ومن دون تغيير بالخصوص طبيعة العلاقات القائمة بين السلطات الثلاث، السلطة التنفيذية والسلطة الشرعية والسلطة القضائية. وتعلمون أن الرئيس بوتفليقة بنى أسس لنظام يمكن أن نسميه رئاسوي، بحيث ألغى كل السلطات الأخرى وأصبحت
كل السلطات بيد الرئيس، واذا لم يمارسها الرئيس فهي تمارس خارج منطقه الدستور، وهذا ما سمي في حتى في الخطاب السياسي الرسمي بالقوافر الدستوريه التي كانت تسير شؤون الجزائر. وبالتالي هل هذه القوى الدستوريه اليوم لم تعد موجوده؟ هل انتهى النظام السابق كليه؟ هل يمكن ان نطمح الى قيام عمليه سياسيه حقيقيه وانتخابات حقيقيه والشروع في مسار سياسي جديد الى غير ذلك؟ هذا للاسف الشديد هناك حسب الخطاب السياسي للسيد مولود حمروش تقدير بان الظروف لم تتوفر لحد الان من اجل حكم عادي او من اجل تنفيذ برنامج تغيير شامل. طيب مولود حمروش طبعا تحدث عن الفرصه التاريخيه التي وفرها الحراك، انت في كتابك كيف تحكم الجزائر من بربروس الى بوتفليقه اشرت الى كيف تحكم عمليه الجزائر. طبعا المعادله لم تتغير بالنسبه للكثيرين، ربما كانت هناك ارقام جديده في عهد بوتفليقه الاوليغارشيه ومحاوله بوتفليقه ان لا يكون ربع رئيس، ولكن انتهى في النهايه اعاد اصحاب القرار الكره والملعب ان صح التعبير. هناك من يقول انه الحراك مثل ما يقول حتى حمروش وفر فرصه تاريخيه لايجاد حل جذري وانتقال ديمقراطي حقيقي وانهاء مأزق الشرعيه والاداره السريه بين قوسين خلف الستار للدوله من قبل من يعتقدون هم الدوله المؤسسه العسكريه. لماذا يتم تضييع هذه الفرصه في رايك؟ لست ادري، ربما يعني بين التفسيرات اللي ربما ستكون نظريه وقد تزعج المستمعين ولا تلقى الاهتمام لديهم، هي ان هذا النظام طبعا يعيد انتاج نفسه بشكل تلقائي، لم يعد قادرا على القيام بالخطوات الى الامام. في احد المقالات التي نشرتها في جريده الوطن الجزائريه الصادره باللغه الفرنسيه قلت ان السلطه القائمه لم تقترح على الجزائريين منذ اكثر من ربع قرن مخارج سياسيه جديده، لم تقترح عليهم برنامج سياسي جديد. اخر برنامج اقترح هو الاصلاحات في نهايه ثمانينيات القرن الماضي، لحد اليوم ليس هناك اي مقترح جديد، اي رؤيه جديده، اي مسار جديد ممكن. وبالتالي التفسير الوحيد هو ان هذا النظام يتآكل من الداخل ولا يستطيع لا اللجوء الى نخب اخرى او تجنيد نخب اخرى، وهو يغرق في رداءته وفي انسداده الى غير ذلك. اليوم لتغيير هذا النظام ينبغي ان تتوفر اراده سياسيه قويه وواضحه، ينبغي ان تتحالف هذه الاراده السياسيه مع الجزائريين الذين عبروا عن ارائهم عبر الحراك، والحراك هذا مستمر، ولا اعتقد انه يمكن ان يكون هناك حل ضد الحراك وضد مطالب الجزائريين، من المستحيلات السبع. ينبغي كما قال مولود حمروش في اخر مقال له اقامه جسور بين الجيش الوطني الشعبي وبين الحراك. طبعا اليوم هناك الكثير من النقاش حول المؤسسه العسكريه ودورها الى غير ذلك، ولكن نحن في مرحله تاريخيه مفصليه، وفي كل الاحوال ليس هناك امكانيه لاي جزائري ان يكون ضد المؤسسه العسكريه ولا ان تكون المؤسسه العسكريه ضد بعض الجزائريين او الجزائريين، ولكن النقاش هو حول المواقف، هو حول التقديرات السياسيه الظرفيه التي يقوم بها هذا الطرف او ذاك. اليوم البلاد في حاجه الى فعلا الى بناء توافق وطني واسع جدا يعيد او على الاقل يستغل فرصه الحراك التي وفرها بشكل تلقائي الجزائريون. اليوم هناك امكانيات فعلا لبناء هذا التوافق.
هناك إمكانية فعلا لتعزيز الوحدة الوطنية، لأن الجزائريين عبروا عن وحدتهم وعن وحدة مطالبهم وعن سلميتهم وعن وعيهم وتحضرهم. طيب، لكن الصورة بالنسبة مثلا لواحدة من أهم المجلات السياسية في العالم والمعتدة لدى صناع القرار فورم بوليسي المجلة الأمريكية، تقول جيش الجزائر يعمل على إعادة إنتاج نفس النظام، أنه أن الرئيس في الجزائر في الحقيقة يشبه أو وظيفته أقرب للمدير الليلي لفندق وليس رئيس دولة، وأن هناك محاولات لإعادة إنتاج نفس النظام عبر هذه الانتخابات التي يخرج الجزائريون للشارع لرفضها، وحتى الذين يترشحون إليها الآن ينتقدونها. نعم، في الواقع صدق أنه شاركت معك في عدة برامج أخرى وحوارات أخرى، وكنت تتذكر بعض المقالات التي كتبت أن الرئيس بوتفليقة هو الأقوى ولكن في الدولة الأضعف، دولة بلا مؤسسات، جردت من كل شيء، إدارات الدولة الدائمة تعرف للأسف شديد تدهورا، الفساد التهم الأخضر واليابس، هذا كنا نقوله منذ سنوات طوال، ليس جديدا على الجزائريين. وبالتالي الذي تغير اليوم هو هذه الوثبة التي قام بها الجزائريون من أجل أول شيء إثناء السلطة والنظام عن العهدة الخامسة، قال هذه ستصلنا إلى كارثة وإلى طريق مسدود آخر. اثنين، أنه وفر، حرر النخب، حرر الجيش الوطني الشعبي، حرر كل الأحزاب السياسية والمجتمع المدني إلى غير ذلك، ولكن لحد الآن للأسف الشديد كل هذا التوتر السياسي الكبير لم نلحظ له أو لم يستخدم من قبل النخب سواء في الحكم أو في الأحزاب. نحن نرى مثلا اليوم أن الأحزاب غائبة أو شبه غائبة تماما، ليس هناك حتى تصريحات أو بيانات تصدر إلا من النظر القليل من الأحزاب. وبالتالي كل الأدوات التي كانت أدوات إدارة الأزمة في النظام السابق، والنظام السابق ليس نظام بوتفليقة فقط، هو نظام كامل شامل إلى غير ذلك، فيه المخابرات وفيه الجيش وفيه أصحاب المال وفيه 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 وفيه, وفيه. وبالتالي إصلاح هذا النظام لم يعد ممكنا، التغيير هو الطريق الوحيد الذي يعيد إقامة علاقة أخرى بين الجزائريين وسلطتهم. شكرا جزيلا لك مصطفى ميسي الكاتب والصحفي. أستاذ بوجمعة غشير، ما رأيك بالنسبة لأصحاب القرار الحاليين ومثل ما تقول مجلة الفورم بوليسي هي مجموعة من الجنرالات وجهتهم الجيد صالح هو من يعبر عنهم، والجيد صالح مثل ما تقول مجلة يخرج الجزائريون في الشارع في المظاهرات يدعون إلى رحيله، وأن البلد منذ الاستقلال يدار بمجموعة من الشادوي كما يقول التعبير الإنجليزي، يعني خلف الستار رجال ظل من الجنرالات والمخابرات في الجيش وفي المخابرات، وأيضا بعض السياسيين الواجهات السياسية، ثم دخل على الخط أصحاب المال وإن كانوا من زمان كذلك، يعني هناك نماذج سابقة حتى في عهد بومدين كذلك برغم كل البروباغندا السياسية الاشتراكية وغيرها. الآن هناك انتخابات في محاولة لإعادة نفس إنتاج نفس النظام كما يبدو لك وكما يبدو للكثيرين، بينما ترى السلطة يقول قايد صالح وقيادة الجيش لا، هي فرصة للجزائريين أن يختاروا بعيدا عن أي ضغط وعن أي وصاية من الجيش أن يختاروا رئيسهم. هل الصورة تبدو لك كذلك؟ ومن ترشحوا لهذه الانتخابات يشتكون منها بعد أن تحمسوا لها مصدور وغيره، وحتى جماعة بنفليس تحمسوا لها وبنفليس، ثم الآن ينتقدون بالعكس تركيزهم بشكل خاص على تبون الذين يعتقدون أنه كما يزعم رأي مرشح النظام وأيضا المحسوب على قايد صالح، وإن كان قايد صالح ينفي ذلك. طبعا أن ما أراه
هو نفس الشيء الذي يعبر عليه كل أسبوع الشارع الجزائري، وربما عبر عنه الآن بصورة دقيقة ومؤلمة وهادفة مولود حمروش. مولود حمروش كان صادق مع نفسه وكان صادق أيضا مع الشارع، وبالتالي أعطى الوصف الحقيقي لما يجري وأكد وأن الوضع الحالي لا يسمح أبدا إطلاقا بتحقيق التغيير، وبالتالي فأن النظام كل مساعيه هو إعادة إنتاج نفسه. طبعا الكثير شارك في هذه العملية. نبدأ برئيس لجنة الحوار الذي قدم تقريرا مزيفا لقيادة الأركان ورئيس الدولة المؤقت، يدعي فيه بأن كل الجزائريون متفقون على ضرورة الانتخابات، وبالتالي اعتقد النظام وكان يبحث على مثل هذا التقرير وانطلق منه على أساس أن الجزائريون يريدون الانتخابات، وصدق البعض والكل يعني الكثير من المترشحين كان يعتقد بأنه هو المفضل لدى الجيش. مثلا بالفليس الذي يدعي وأنه استقال لما كان وزيرا من أجل الحريات لم نسمع منه ولا كلمة على الاعتقالات سواء على السياسيين أو على الشباب إلى آخره، وبالتالي كان يعتقد بأنه هو المفضل لدى الجيش. ولكن فجأة ظهر له تنبون مما أصابه الهلع، أصيب بهلع كبير، ثم أيضا ظهر ميهوبي أدى إلى تشكيل هلع آخر لدى البعض الآخر، وأيضا أنه الهزال الذي أصاب الدولة الجزائرية جعل الكثير من يعني من يدعي ربما شخص ينشط حصة تلفزيونية لفترة سنوات أعتقد بأنه سيكون رئيسا للجزائر، وأيضا شخص آخر أيضا ينشط حصة تلفزيونية يدعي بأن الحراك انتهى وأن الأشخاص الذين يقفون أمام البريد المركزي لا يمثلون الجزائر وأنهم الشرذمة كما عبر عنه البعض، وبالتالي فأن كل هذه العناصر أدت إلى إفساد الحراك، وكان فرصة كبيرة جدا. وقائد الأركان بدأ فعلا في البداية ببناء جسور الثقة ما بين الجيش والحراك لما أصر على تطبيق المادة 102 وأصر على تطبيق المادة 87، ولكن بكل أسف يعني خلال المسيرة يعني لم يوفق في تطبيق المادة 87، وأعطى الفرصة لرئيس لجنة الحوار ليقدم له تقريرا مزيفا يقول بأن الشعب الجزائري كله متفق على إجراء انتخابات، وبالتالي كان يعني شخصيا أحمله يعني مسؤولية، ولكن ألم يكن إلا مكلفا بمهمة يعني صراحة كريم يونس وهذه كلها، وتم استدعاء بالأرشيف محمد شرفي والذين يشاركوا طمعا في هذا الكرنفال، ثم الآن السوق يبدو أنه راح يتفرق ومعه المدعى. لا، ولكن النزاهة الأدبية تفرض عليه أن ينقل الحقيقة ويستمع لكل الأطراف ويعمل على تقريب وجهة النظر، أما أنه ينحاز مباشرة لفكر معين ويقول بأن الجزائريون الانتخابات فهذه جريمة، وأعتقد إذا في المستقبل يجب محاكمته وكل أفراد هذه اللجنة، لأنهم بطريقتهم هذه سوف يصلون بالجزائر إلى طريق مسدود، لأن الأمر يتفاقم. وربما تلاحظون أن الكثير من البلديات ترفض إجراء الانتخابات، وحتى إذا جرت الانتخابات نشك إطلاقا في نسبة المشاركة، أيضا هناك بعض الجهات في الوطن قد لا تشارك إطلاقا. شكرا جزيلا لك أبو جمعة غشير. شكرا لك أستاذ أبو جمعة غشير، محامي الرئيس السابق للرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان. حسن زيتوني، انتخابات تمضي إلى طريق مسدود،
كما يقول الأستاذ بوجمعة غشير؟ نعم، لكن يعني كلام أستاذ بوجمعة يشير أو وكأنه يعتقد بأن قيادة الأركان لا تعرف حتى تنتظر تقرير من، وأنت يعني جاوبت على هذا النقطة هذه. هذو الناس عندهم أوامر ومأمورين بأنهم لازم يقدموا تقارير في هذا الاتجاه، يعني بإخراج لهذه الانتخابات سينمائي. ولكن المشكلة تاع النظام الجزائري حتى في هذا العهد، يعني التكنولوجيا ووسائل الإعلام والعالم أصبح قرية صغيرة، ما زال يفكر بذهنية متخلفة جدا. أنا نضحك يعني لما يقولوا الويب سايت، الموقع الإلكتروني للجزائر، لا يزال هو www.atalgeria.com. يعني وصلنا لمرحلة يعملوا الناس يعني هذا النوع من السخرية بدولة قوية عظيمة، شعب عظيم، رصيد تاريخي قوي، يعملوا هذا النكت على يعني النظام هو اللي يتحمل كل مسؤولية ما يجري في الجزائر. حتى لما يتكلموا على تدخل أجنبي وتدخل خارجي، هم اللي تاركين فاسحين المجال لمثل هذه الأمور. عندما أنت تأتي في 2019 تعتقد شاب لأنه رفع راية أو لأنه قال كلمة عن الجيش أو عبر عن رأي يخالف رأيك وتزج به في المعتقل، وبعدين تقول لماذا تتدخل الدول الخارجية، ولماذا تعبر جمعيات حقوق الإنسان في العالم عن هذه المواقف. كذلك عندما يستمر النظام الجزائري في استغباء الشعب الجزائري وفي احتقاره وإعطاء الإملاءات له بأنه لا، الحل هو في هذا الشعب. من حيث المبدأ قالها بكل صراحة، نحن من حيث المبدأ لسنا ضد الانتخابات، لكن كيف تتم هذه العملية الانتخابية حتى تكون عملية جادة؟ ما هو المطلوب؟ ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر حتى نخرج من هذا، نطوي صفحة الماضي بكل ما تحمله من رواسب الفساد والظلم ونفتح صفحة جديدة لعهد جزائري جديد، ليس لي ولك، وإنما للأجيال القادمة الشبابية وأبناء أبناء العسكر وأبناء الجيش وأبناء الوزراء وأبناء العمال، كلهم راحين يكونوا متضررين بهذا الشيء. هذا احنا لازم نوفر لهم. وهذه على ذكر الضرر، طبعا المخاوف الاقتصادية فيما هذا الاحتقان السياسي المستمر في الجزائر، هذا الحركة الذي وفر فرصة تاريخية، بالعكس هناك مخاوف سياسية ولكن هناك مخاوف اقتصادية. أستاذ فرحات تعليل خبير الاقتصادي ينضم إلينا. طبعا مخاوف اقتصادية جدية تعيشها الجزائر، تقديرات بأنه الاحتياطي يتآكل والدولة ستكون حتى بعيد الشر على حافة الإفلاس، يعني فيما يستمر التغنانت السياسي وأيضا يستمر مثلا العبث بقرارات مهمة مثل قانون المحروقات في حكومة توصف بأنها وصفت بأنها حكومة تصريف أعمال لا تستطيع الإشراف، ليست أهلا لثقة الإشراف على الانتخابات، بينما تمضي في موضوع تمرير مشروع قانون المحروقات. ووزير الطاقة محمد عرقاب اليوم تنقل عنه وكالة الأنباء الجزائرية أنه يتحدى ويتحدث بكل ثقة وكأنه من حكومة منتخبة من الشعب للبث في هذا الموضوع، مع مخاطر ذلك والحديث على بنود سرية لم تتضح بعد حتى حول هذا الموضوع، ليس كذلك أستاذ فرحان؟ مساء الخير أخ جمال. مساء النور. يعني بداية فيما يخص قانون المحروقات الجديد، يعني المعروض على المجلس الشعبي الوطني للمصادقة من طرف الحكومة التي تسمى يعني حكومة تصريف الأعمال دستوريا، ولكن هي في حقيقة الأمر يعني حكومة أمر واقع فعليا، لأن يعني حكومة تصريف الأعمال انتهت يعني المهام انتهى بعد انتهاء المهام المهلة الدستورية لإجراء انتخابات نزيهة وتعيين رئيس للجمهورية من طرف الشعب. أما بعد ذلك الوقت فهي حكومة أمر واقع، وحكومة الأمر الواقع ما رايش لتصريف الأعمال، يعني تأخذ كل الإجراءات تأخذها أي حكومة عادية
في نظام ديمقراطي أو في نظام ديكتاتوري. يعني عليك أن تختار تسمية النظام، ولكن لا نستطيع أن نقول أنها حكومة انتقالية. الانتقال خلاص في ربع شوية يعني لآخر مهلة. أما فيما يخص قانون المحروقات هذا في حد ذاته يعني كثر الكلام عليه، وبعض الأطراف يعني من حقهم يشكوا في رزنامة الحكومة الحالية لما يقول لك علاش اختاروا هذا الوقت بالضبط يباش يطرحوا قانون استراتيجي، يعني قانون يرهن مستقبل البلد فيما يخص المورد الأساسي والوحيد يعني لميزانية الدولة ولحتى للمجتمع. ولكن أنا لما طلعت على بعض مواد القانون هذا ما لقيتش فيه يعني الخطورة اللي الناس تحدثت عليها في التصريحات نتاعها ولا حتى في بعض الجرائد. قانون 2013 كان فيه نفس البنود، ولكن فيه حتى بعض البنود أخطر منها ولم يتطرق لها أحد في ذلك الوقت لسبب ما، لأنه ربما في ذلك الوقت كانت الأموال يعني طائلة وتصرف بطريقة عشوائية على جميع الأطياف في المجتمع وفي الطبقة السياسية. الناس ذاك الوقت لم ترتأي أن تعيد النظر في قانون المحروقات. أما اليوم يعني في 2019 قانون المحروقات يعني أغلب الأطراف لم تطالع على يعني مواده وبنوده، قررت أنه يعني يرهن مصير البلد ويبيع البلد ويبيع يعني موارد البلد على مدة 30 أو 40 سنة بدون يعني الاطلاع عليه. وهذا اعتبر أنه نوع من الشعبوية المضادة ضد شعبوية النظام يعني المتجذرة فيه. لما تكون عندك نظام وحكومة يعني يتحداه الدستور وكل القوانين لفرض الأمر الواقع، ولو يقوموا يعني بإجراء نقدر نقوله تشريعي عادي الناس يعني تتسرع. ولكن هنا أستاذ فرحات هما على أساس أنه قايد صالح قالوا القيادة الجيش أنه الرئيس المنتخب هو الذي يقوم بالإصلاحات، لماذا هذا الاستعجال؟ هون لا أثار المخاوف مع المفروض الانتخابات الرئيس المنتخب على بعد شهرين وأقل من شهرين، لماذا هذا الاستعجال هنا؟ كأن لهذا الطرح الجزائريون هذه المخاوف. أن تقول أن هناك إن حقيقة وهناك إن في كل تصرفات النظام. لما تشوف أنت قائد أركان يطلع عليك كل نهار ثلاثة يعني 35 أسبوع متتالية هناك إن وأخواتها، رأي أكثر من إن. لما تشوف الغرب كامل صامت يعني على تصرفات وعلى إجراءات نقدر نقول خارجة من كل الأطر السياسية المتعامل بها دوليا، ونظام غريب وإن الرئيس الفعلي يعني المنصب مختفي تماما، والشخص يعني ما عندوش يعني صلاحية التدخل في الحقل السياسي يظهر أكثر بالشعب برمته، والعالم كامل يتفرج فيها الناس، لأنه الناس تقدر تربط هذه الإنة في إنة الأخرى ويقول لك أنه هذا قانون المحروقات يعني نوع من المساومة مع الغرب أو مع بعض الأطراف للسكوت على هذا التصرفات. في هذا الصدد في تصريحه اليوم عرقوب أو عرقاب وزير الطاقة أستاذ فرحات يقول أنه تم الحديث يعني القضية مع الشركات الكبرى المصنفة في المراتب الخمس الأولى عالميا، يعني مع الشركات الكبرى هذه المعروفة يعني. يعني ولا في حقيقة الأمر بعض يعني الموظفين ولا حتى مقدش نقوله السياسيين، لأنه هذاك مجرد موظف يعني لا يخدمون المنظومة برمتها بتصريحاتهم يعني العبثية والجاهلة. هذه كل الشركات في العالم وكل البلدان المصدرة للبترول في العالم لما تجي تقوم بقانون لجلب المستثمرين يعني الأجانب يعني هو شرط نقدر نقوله فرض عين أنها تتحاور ولا حتى تتشاور مع الزبناء المحتملين لتلك العملية يعني الشركاء المحتملين في المستقبل. هذا شيء غير يعني عجيب. أما أنك تصرح بها يعني كأنها يعني سند دولي لقانون داخلي ويرهن يعني مستقبل الاقتصاد الجزائري، هذه التصريحات عند يعني الموظفين الغوغائيين لحكومات الأمر الواقع. ولكن أنا ما شوفش فيها يعني عجب، ما كانش بلاد في العالم يا السعودية ولا إيران ولا حتى روسيا ولا لما يكون عندهم قانون ولا عندهم إجراءات من شأنها جلب الاستثمارات. ما علاش نتكلموا على إجراءات داخلية ولا انتفاعية من الجباية ولا
باش يجلبوا مستثمرين من الخارج. هذوك المستثمرين تشوف يعني تتحاور معهم وتشوف ما هي الطلبات نتاعهم، لانه يلزم الناس تعلم انه الجزائر الان ما راهيش في مركز قوه في السوق النفطيه العالميه. كاين معطيات من كثره الكذب النظام ما حبش يمدهم للشعب. هو انه يعني من بين هذه المعطيات استاذ فرحات الحديث انه ومحاربة اللوبي الفرنسي وفرنسا، واتضح بالعكس انه توتال الشركة الفرنسية ماضية الى توسيع نشاطها في الجزائر والاستحواذ على شركات اخرى وحصتها تكبر في الجزائر. والله هذه حكاية محاربة اللوبي الفرنسي هذه ما بداتش من حراك، هذه ما قول من السبعينات الى يومنا هذا. كل الشعبويين وكل النصابين السياسيين يعني في تاريخ الجزائر بما فيهم بعض الغوغاء من العامة داروا هذا حصان، هذا يعني ركبوا حصان يعني محاربة فرنسا واللوبي الفرنسي 60 سنة بعد الثورة يعني. وفي حتى بعض الأطراف اللي كانت تخلفت على الحرب الحقيقية وبغية على الحرب يعني بالوكالة 60 سنة من بعد ما خلاص الماتش. ولكن فيما يخص يعني العلاقات الاقتصادية مع فرنسا، لو كان يعني نتكلموا فيها بموضوعية نلقاو أنه هذه العلاقات ما هيش بالحدة هذيك والنهب اللي يتكلموا عليه القوم، ولكن ما رايش حتى بالسذاجة من طرف فرنسا أنها تصدق عليك. يعني المعلوم في العلاقات التجارية والاقتصادية الدولية أنه كل واحد يدافع على مصالحه، وإذا كانت مصالحك أنت داخليا ما عرفش تدافع عليها ما هيش فرنسا. ولكن ليس هناك بالعكس عكس ما يتم الترويج عنه أنه بالعكس تواطؤ فرنسي مع أباطرة النظام الذين يحولون ويسرقون الأموال ويهربون إلى فرنسا ويشترون العقارات في فرنسا. العالم كتاب العالم العلاقات الخاصة بين الجزائر وفرنسا 50 مليار يقول بعلم المخابرات الفرنسية تم تحويلها من الجزائر إلى فرنسا. شوف يا أخي العالم كله متواطئ مع يعني أباطرة النظام ومع سفاسطة يعني المعارضة والعامة لناهب الجزائر ما أمكن يعني الروس الصين دبي يعني تقدر تقول فرنسا إيطاليا إسبانيا ما كانش بلد في العالم يصرى فيه يعني عملية تبييض لأموال منهوبة وما يقبلهاش بطريقة أو بأخرى. سر يعني حجم المعاملات يعني الغير شرعية مع فرنسا يعني كاشتراء العقارات ولا السر هو أنه الجالية الجزائرية في المهجر والجالية الجزائرية يعني العلاقات البشرية بين الجزائر وبلد أخرى أجنبية مع فرنسا تعادل يعني 10 مرات كل باقي العالم. الواحد يلزم يعترف بها أنه في الصيف هنا في الطيارات اللي يروحوا لباريس ثم تنوض العركة ماهيش في الطيارات اللي تروح للدوحة ولا تروح لإسطنبول ولا الموسكو ولا الكوبا. شكرا جزيلا لك فرحات تعليق خبير الاقتصادي حسن زيتون. الوقت يضغط علينا. هذه القصة قصة القانون المحروقات في هذا التوقيت بالذات. نرد سريع يعني على الاستخفاف بهذه النقطة بالذات يعني من قبل الأستاذ فرحات أنه والله هذه أمور، هو رئيس الوزراء الإيطالي هو الذي كشف كل هذه الفضيحة، حتى الشعب الجزائري لم يكن يعرف أن فرنسا تأخذ جزء من الغاز والنفط الجزائري. ولكن تم في ذلك وقوة حسن البعض قال بأنه فيك نيوز. لا يعني لا it's not fake news. يعني أنه هذا لا يمكن أن يستوي يعني. الخلافات التي وهذاك شعبوي كذلك الخلافات الفرنسية الإيطالية حول استغلال ثروات ليبيا كشفت النقاب عن ما يجري في الجزائر. ليس هكذا تحدث رئيس الوزراء الإيطالي جوساف. لا كان في هناك من يقول هذه فيك نيوز يعني حسن. لا هو يقول فيك نيوز. لا مين اللي يقوله زي اللي سمعنا الآن أنه لا ما تبلغش. لا فيه السباق والمنافسة التي جرت بين فرنسا وإيطاليا في كيفية استغلال الثروات النفطية في ليبيا هي التي كشفت عورة العلاقة التي كانت قائمة بين النظام الجزائري والسلطة وفرنسا في استغلال فاحش لثروات البلاد. على العموم سيتم التحقيق في المستقبل على كل هذه الأمور، لكن أنا تمنيت كجزائري أن هذه الثروة التي تسمى النفط والغاز تمنيت أنها لا توجد في الجزائر أصلا، لأنها أصبحت نقمة أكثر مما هي نعمة، والشعب الجزائري لم يستفد منها إطلاقا. استفادت منها العصابة، مستفادين منها اللي هما أصحاب صناع القرار والشركات الكبرى، ولم يستفد منها الفقير الجزائري لأن الأموال نهبت وسرقت. فأتمنى أن النفط هذا ينتهي، لكن عندما يأتي
تأتي حكومة غير شرعية وغير منتخبة وتتحدث عن هذا القانون، قانون المحروقات، بعيدا عن انتظار يعني بناء مستقبل آخر ديمقراطي تكون فيه الشفافية ومعالجة من هذه الأمور، يعني هذا خطأ. أعتقد أن الجزائر بحاجة إلى النظر فيما هو بديل عن الطاقة حتى نخرج من هذا المشكل بشكل نهائي. الجزائر عندها مقومات وكفاءات وقدرات أخرى اللي تقدر بواسطتها تبني اقتصادها بعيدا عن التبعية لما يسمى بالمحروقات. طبعا حسن زيتوني، إلى الماك الحراك الجزائري في باريس يوقف فعالياته لينقي صفوفه من الانفصاليين، انفصالي الماك الذين حاولوا إفساد عرس الجزائريين أمس في خرجاتهم مرة أخرى لدعم الحراك، ومثل ما فعل الجزائريون في بجاية كذلك وفي تيزي وزو الذين طردوا الماك، فيما يحاول المتقولون حتى من بعض أشباه المثقفين العزف على هذا الوتر، بينما يخرج الجزائريون بكل وحدة وتوحد في هذا الحراك الشعبي ويرفضون الانفصاليين والعنصريين. حسن زيتوني، ما رأيك في باريس؟ عناصر من الماك حاولوا إفساد مسيرة الجزائريين، ومثل ما حاولوا كذلك في تيزي وزو بجاية، ولكنهم طردوا. طبعا هناك بروباغندا من معادي هذا الحراك الذين يعيشون حالة إنكار. طبعا للأسف بعض المثقفين بين قوسين وسيري العرش مثلا كان يزعم الكاتب الروائي في مقالات، في سلسلة مقالات، بأنه الحراك مخترق من قبل الماك والفيس ومزاعم سخيفة طبعا، ويبرر لقيادة الجيش ولا ينتقد ويتحدث العصابة وجنرال توفيق، مع أنه جنرال توفيق أسكنه مثلا في فيلا في سيدي فرج في كلوب دي بان. أنا شخصيا أؤمن بحرية الرأي، أؤمن بحرية الفكر، أؤمن بحرية المعتقد، أؤمن بحرية التعبير عما يختلج في نفسك في جزائر الغد التي أتمناها كمواطن، لأنه عشت في الغرب وشاهدت هنا في بريطانيا مملكة متحدة وموحدة منذ آلاف السنين. ولكن عندما طلب الشعب الإسكتلندي أن يكون هناك استفتاء شعبي للاستقلال لم يأتي القمع واتهامهم بالخيانة، أو جرى الاستفتاء وعبر الشعب الإسكتلندي بكل وضوح على أنه لا يريد الانفصال عن المملكة المتحدة. وإذا أراد الشعب الإسكتلندي أن يجري استفتاء آخر فسيسمح له. المعاملة بالقمع ومحاولة إنكار الطرف الآخر ليست هي الحل.
الرايه ماذا ما لماذا تخيفني انا رايه فيها اشياء يعني تعبر عن الامازيغيه وتعبر ما الجزائر كلها امازيغ تاريخيا اصلا حتى نعرفوا احنا اصلنا يعني اصلا انا حتى كلمت والدي قال لي اصلك من الساقيه الحمراء ووادي الذهب يعني اصولنا من الساقيه الحمراء ووادي الذهب في ما بقاش هذه تاع اقمع هذا ولكن في الظرف الراهن في الظرف الراهن الذي تمر به الجزائر اتمنى ان حتى هذو الجماعه اللي يسميهم الماك انا ما اعرفهمش يعني ما انهم ينخرطوا في اطار الهدف المنشود الذي يتوخاه الشعب الجزائري وهو تغيير نظام الحكم القائم تغيير هذا النظام الذي ظل ماكثاً على الشعب يلعب حول بعدين حول اللعب هو يلعب على هذا الوتر نعم لو هن هذو الناس يفكروا زي أيام فرنسا الاستعمار قبل ما توحد جبهة التحرير كان يساري وإسلامي وكذا ولكن الثورة وحدت صفوف ما يسمى بجبهة نفس الشيء الآن توحيد الشعب الجزائري على هدف واحد وهو تغيير النظام يجب على هؤلاء الناس أن ينضموا إلى صفوف الوحدة في الحراك وبعدين يكون المجال لهم في المستقبل لبناء جزائر أخرى والجزائريون يخرجون خرجوا للجمعة 33 أو الأمس وغدا سيخرج الطلبة لحراكهم 33 حسن الوقت يداهمنا طلب دينامو الحراك غدا يخرجون لثلاثائهم 33 وعادة يحضرون الأجواء طبعا للجمعة 34 أنا في اعتقادي هذا هما أمل الجزائر هؤلاء الطلبة الذين هم يخرجون كل ثلاثاء ويرفعون شعارات من أجل تغيير النظام هذا لأنهم معنيون بمستقبلهم ولا بد أن ننحني فعلا أمام هذه التظاهرات الطلابية السلمية بالرغم من الاستفزازات التي تسعى بعض الأجهزة الأمنية المغدور بها في أن تقاوم هؤلاء وتسعى إلى إجهاض هذا الحراك الشعبي لا توقفوا هذه الرغبة لدى الطلبة لأنهم هم الذين سيصنعون المستقبل علينا أن ندعمهم علينا أن نفتح لهم مجالات أكثر لكي يعني أليس من حق الطلبة أن ينظروا إلى زملائهم الذين تخرجوا قبل سنوات وسنوات ولم يجدوا فرص العمل وبعضهم يموتون غرقا في مياه البحر الأبيض المتوسط هروبا من بلدهم يعني أنا كمسؤول لو كنت أنا مسؤول لم لو أسمع بهذا الشيء هذا الشيء اللي في نفسي كمسؤول يعني ربما يعني أنتحر ربما أستقيل لأن هذا عيب أنه أنت تقول أنك مسؤول جزائري أو رئيس وتشوف أبناء وطنك هاربين من بلدك ماذا يعني ذلك؟ ماذا يعني ذلك؟ من المفروض هذو راهم يخدموا في وطنهم فرص العمل إبرام عقود مع شركات مختلفة ليأتوا إلى الجزائر ويستثمروا من أجل استغلال هذه الطاقات الدولة عندها كفاءات كيف واحد يقتل شبابه؟ كيف واحد يقتل أبنائه؟ كيف واحد يشرد الجيل تاعه تاع المستقبل؟ خطأ نظام غبي
قلناها عدة مرات، أفلس سياسيين. طيب. نظام غبي لا يعرف كيف يفكر، همش الكفاءات، همش الإطارات، وسيدفع الثمن، لأن الجزائر بدون شبابها لا تعني شيء. والله تعود عندك حتى آلاف المليارات اللي اختلستها، ما تقدروا تبني دولة بدون الإطار البشري اللي هو الشباب، عنصر الشباب بالدرجة الأولى. شكرا لك حسن زيتوني الإعلامي الجزائري. لهنا نأتي مشاهدينا الكرام إلى نهاية هذه الفقرة من هذه التغطية الخاصة. مني ومن كل الفريق أجمل التحايا، إلى اللقاء.